شوف يا عم احمد، بما انكم انتم تسولفون لي من خلف الكاميرات كنترول، لحظات دايم تكون ذكريات. يعني مره من المرات بيجيك يوم كذا وانت منسد على فراشك اخر الليل، تتذكر ايامنا يوم كنا هنا نمشي، كنا نروح، كنا نتصافق بالمخاد. يا اخي حتى لحظه الضحكه اللي كانت بيننا، الزعل، الخصام، كلها اشياء حلوه. يوم من الايام راح انا وانت والجمهور والجميع والكنترول وانت يا عم شريف، عم احمد، عم منيب، فاضة، كلكم اداره، راح تلاحظون ان اليوم راح تشوفون هنا تتذكرون المنتج هذا، والله تدمع عينك. تخبرون ريان يوم كان الحاله كان يسولف لكم، يعني ما تقدرون، ما حد يقدر اصلا، عرفتوا؟ فهذه هي اصلا، هذه اهم حاجه في الحياه، انك انت تعيش ذكرياتك، تعيش لحظاتك. الذكرى، على طاري الذكرى، ايش بقالي من حياتي امال؟ انا ما ادري ايش اللي بقى، هذا عمري ولا اموري؟ السلام. اخس والله، اقول لك كلمات حلوه والله، نشاء حركات. والى يا ليت الزمان يعود وأخبره بما هو كان يجود، أمرا يمر به أيام وأيام، لحظات وذكرى لم يكن هنالك أمال، اللي على هويت الهوى وش جرى اللي غيابك أثر